أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أطلي غرة الدهر، أطلي ليلة القدر، أطلي درة الأيام مثل الكوكب الدري، أطلي في سماء العمر إشراقا مع البدر. سلام أنت في الليل وحتى مطلع الفجر. سلام يغمر الدنيا يغشي الكون بالطهر وينشر نفحة الإيمان والقرآن والخير. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد أبي بكر الصديق بقرية محلة سب بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة، حيث جئنا بدعوة كريمة من الشيخ محمد علي الغزولي وأهالي البلدة الكرام. جئنا في إحدى الليالي الوتر، في ليلة 25 من هذا الضيف الكريم من شهر رمضان، لعلها تكون ليلة القدر، حيث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وبشرنا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، جاءت إذاعة القرآن الكريم في صورة طيبة من أبهى صورها، معنا قارئا صاحب الصوت الدافي والأداء العذب الراقي، فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، معنا متحدثا عالم جليل وأستاذ نبيل يملك نواصي الكلام فيرتقي بالعقول والأفهام، هو فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. معنا مبتهلا صاحب الصوت الشجي والأداء العذب الندي، فضيلة المبتهل الشيخ عفيفي محروس. يحضر معنا هذا اللقاء من علماء وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، ومعنا فضيلة الشيخ حمدي البلتاجي مدير عام أوقاف الباجور، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور أنور محمد الشهبة وكيل إدارة أوقاف مركز أشمون، وفضيلة الشيخ محمد عيد مدير أوقاف بولاق والزمالك، ومعنا فضيلة الشيخ دغيم عطلة الشهاوي من إدارة أوقاف المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومعنا فضيلة الشيخ
حسين عويس محمد من إدارة أوقاف محافظة الفيوم. يحضر معنا أيضاً هذا اللقاء سيادة المستشار أبو العلا أحمد أبو العلا. ومن أسرة الإعلام يحضر معنا الزميل الفاضل الإعلامي الكبير الأستاذ محمد لطفي. أحبتي الكرام، ونحن في هذه الليلة الوتر أسأل الله الكريم أن يحرم هذه الوجوه وهذه الأجساد على النار، وأن يجعلنا جميعا من أهل ليلة القدر. وخير ما نستهل به لقاءنا هذا آيات بينات من كتاب ربنا تبارك وتعالى. نبقى مع هذه التلاوة من فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، نسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ف
فإن أغرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ فإن أغرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل
يقبل من يشاء عقيما. إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط
المستقيم صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات
وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر بإذن الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديا. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام 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 هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام 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 هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.